الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت رابطة أصحاب حقول الدواجن في ديالى أن أكثر من 100 حقل للدواجن يواجه خطر الإفلاس في المحافظة. وقالت الرابطة إن عشرات حقول الدواجن، أكثر من 100 حقل خاص بتربية الدجاج الأحمر البياض، يواجه الإفلاس الحقيقي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بمعدلات وصلت إلى 40%، ما أدى إلى رفع كلف الإنتاج الكلية، ما يهدد بخسائر مادية جسيمة تقود إلى إفلاس كلي وفقا للرابطة. وضمن تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية، أكد النائب السابق عن ائتلاف المالكي عبد الهادي موحان وجود فروقات كبيرة بين المبالغ المحددة في مقترح الأمن الغذائي وموازنة عام 2021. وقال موحان إن هناك اختلافا بالأرقام المحددة في مقترح قانون الدعم الطارئ من حيث ما خصص للبطاقة التموينية مقارنة بالمبالغ المحددة في الموازنة، فضلا عن أن تنمية الأقاليم قد خصص لها في موازنة عام 2021 مبلغ 2 تريليون دينار، في حين أن الدعم الطارئ تضمن 10 تريليون لهذا الأمر. أكدت الشركة العامة لكبريت المشرق أن التابعة لوزارة الصناعة أن بقاء قطاع الثروة المعدنية متوقف يكبد العراق خسائر فادحة ويمنعه من دعم الموازنة العامة. وأضافت الشركة أن السلطات الحكومية لم توفر التخصيصات المالية لإعادة تأهيل وتشغيل الشركة من تخصيصات الموازنة الاستثمارية، لافتة إلى أنها أعدت ملفاً استثمارياً لغرض إعلان الشركة كفرصة استثمارية، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الحالي أوعز بالتريث وإيقاف الاستثمار المعدني، وهو ما يكبد العراق خسائر اقتصادية باهظة. رهنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالجنوب استمرار تزويد عدة محافظات بالطاقة بتزويد الجانب الإيراني الغاز لمحطات خلال الصيف الحالي. وأشارت الشركة إلى أن صيانة أغلب الخطوط كانت بجهود ذاتية في ظل غياب أي تخصيصات حكومية تكفي لصيانة المحطات في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى. هذا ويعتبر مراقبون تعمد تعطيل استثمار العراق للغاز المصاحب أنه تسبب بارتهان البلاد لابتزاز نظام طهران. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو أن تركيا والإمارات تعملان على مشاريع نقل مهمة للغاية ستربط منطقة الخليج العربي بأوروبا. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بالعاصمة أنقرة إن المؤسسات المعنية في البلدين تواصل المحادثات بخصوص مشروع خط حديدي وآخر بري عبر العراق، مضيفا أن البلدين توصلا لإبرام اتفاق تجارة شاملة ويرغبان بتوقيع الاتفاق للتجارة الحرة قبل نهاية العام الحالي. ولفت أوغلو إلى أن تركيا والإمارات تربطهما روابط تاريخية وثقافية وبشرية متجذرة، وقد دخلا مرحلة جديدة في علاقتهما. والآن ننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، السلام عليكم.